سعاده سفير، في البدايه عايزين نعرف من حضرتك ايه ابرز المشاهد اللي بترد لحضرتك من داخل القطاع خلال الايام اللي فاتت؟ والله انا اتابع المشهد عن كثب، واجريت الصلاه ايضا مع اهلنا وشعبنا وكل معارفنا هناك، خاصه في قطاع غزه. الوضع هناك لا يبشر بخير. الشعب الفلسطيني في غزه يتعرض الى حرب اباده جماعيه ممنهجه تستهدف تدمير المباني والمساكن وتدمير البنيه التحتيه وكافه المرافق الخدماتيه. قطاع غزه يعيش ويمر بكارثه انسانيه بكل معنى الكلمه. هو منذ 7 أكتوبر بدون كهرباء، بدون مياه، بدون غذاء، بدون حتى اي مقومات طبيه. يمكن ان نلخص بعض الارقام للمشهد، لكن هذه الارقام بحاجه الى تحديث على مدار اللحظه، لان كل لحظه صحيح في هناك اضافه لعدد الشهداء، عدد الجرحى والمصابين، عدد المباني التي تم تدميرها الى اخره.